وين خليتوا بسوريا في القرآن الكريم؟ موجودة في سورة بنقراها كثير في صلاتنا. ما سألت ليش الله ذكر طول سينين وذكر مكة ثم ذكر الزيتون والتين؟ ما انتبهتوا عليها؟ الله عم بيحكي عن شجرتين عم بيقسم، أقسم بالتين والزيتون وأقسم بطول سيناء وأقسم بمكة البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في هذه البلاد في أحسن تقويم، فإذا تركها رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في هذه الأرض فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أنا اللي حطيت لكم الخريطة أقول أليس الله بأحكم الحاكمين؟ من هنا كانت سوريا هي الأرض التي خير الله الأنبياء إلى الهجرة إليها. لما كرمه السيد الرئيس وأراد أن تكون جنازته ليست جنازة ميت إنما جنازة رسالة، أما اللي بيبقى بيحب وطنه وبيدافع عن وطنه وبيعرف كلمة وطنه إنه بدك تنقل للعالم، ما تنقل تاجر، ما تبيع وطنك. إذا رحت عطوك إقامة ألماسية وفضية ونحاسية وفلكية تبيع وطنك. لا، سوريا ما تنباع، سوريا غالية لأن الله باركها للعالمين. لقد خلقنا الإنسان في هذه البلاد في أحسن تقويم، فإذا تركها رددناه أسفل سافلين.